هقول لك سريعا ان في ارقام النهارده اتحققت بالمكسب دوت تضاف لسجل الارقام القياسيه للنادي الاهلي. النادي الاهلي استعاد الصداره بعدد مرات فوز هو الاكثر في الدوري المصري 21 مباراه. النادي الاهلي اقوى خط هجوم 51 هدف. النادي الاهلي افضل خط دفاع دخل في مرمى 7 اهداف وبيحافظ يعني لو جبت لكم النادي الاهلي بقاله قد ايه الحمد لله رب العالمين في الدوري ما دخلش فيه اهداف، هو الافضل بالنسبه لخط الدفاع او التنظيم الدفاعي، هو الافضل كخط هجوم. ودي المباراه رقم 14 لمستر كورر اللي هو يكسب بثلاثيه. 14 مباراه لمستر كولر بثلاثيه مع النادي الاهلي. شوف الجدول ونعقب عليه. اي الثلاثيات ال 14 مع مستر مارسيل كولر هذا الموسم: الاهلي واتحاد المنستيري 3-0، الاهلي واتحاد السكندري 3-0، الاهلي وبيراميدز 3-0، الاهلي وسموحه 3-1، الاهلي والزمالك 3-0، الاهلي واوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه 3-0، الاهلي واسوان 3-0، الاهلي والقطن الكاميروني 3-0، الاهلي والهلال السوداني 3-0، الاهلي وغزل المحله 3-1، الاهلي وفاركو 3-0، الاهلي والترجي التونسي 3-0. نكمل بعد كده اخر ماتشين: الاهلي وحرس الحدود 3-0، والاهلي والبنك الاهلي 3-0. 14 ثلاثيه في مسيره مستر كولر مع النادي الاهلي.